بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بضيوفنا الكرام المتابعين من خلف الشاشات والجمهور الحاضر في هذا المكان الجميل في ياس أبو ظبي. نرحب بكم في بطولة ياس المفتوحة للمويتاي، البطولة الجميلة من نوعها، حيث تشاهدون لعيبة الاحتراف ولعيبة الهواة يتنافسون في هذه البطولة لنيل ميداليات والمراكز الأولى. طبعا هذه البطولة تكون بطولة تحضيرية للبطولة العربية القادمة في شهر أكتوبر، حيث تشارك أكثر من دولة عربية بمجمل ما يقارب 16 دولة عربية في هذه البطولة، بطولة جميلة وكبيرة من نوعها. والبطولة العربية كذلك هي تحضيرية للبطولة القادمة والكبيرة والأكبر من نوعها في دولة الإمارات، ألا وهي بطولة آسيا للمويتاي، والتي تشارك فيها عدة دول كثيرة من آسيا لنيل شرف أخذ المراكز الأولى في هذه البطولة، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي.